تمام، لازم ساعتها يبقى انا كده لازم اروح اتوجه لدكتور تغذية توجهي علاجية. للدكتور تغذية علاجية. تمام. بعض الأعراض زي سقوط الشعر مثلا ممكن يكون بسبب نقص زنك، وفي نفس الوقت أنا ما ينفعش أخد المعادن دي لوحدي، لأن ايوه ممكن مع فترة تعمل لي مشاكل أكتر من المشاكل الموجودة، ايوه فلازم أخده برضو بحذر جدا. زي الفوليك أسيد مثلا، في ناس بتاخده متصورة إن أنا ما باكلش فوليك أسيد كتير، فبالتالي إن أنا هاخده مثلا من الخضار والفاكهة مش عارفة أكله، فأخده كأقراص، اه وبالتالي ان انا ممكن يحصل لي مشكله اكبر، لان هو في دراسات اتعملت على الفوليك اسيد قالت لك ان هو بيعمل نوع من انواع الكانسر لو انا خدت بنفسي، انا من كتير نفسي. كتير وفترات طويله، ايوه فلازم يبقى تحت اشراف طبي طبعا. طيب.